حق لنا إجابة دار جيراننا المشركين، مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على الموائد. إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة حال المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا، سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما هو أصرح وأشد علاقة بالشيطان ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في روم الحديث صحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا لا يجوز المسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر، لذلك لا يجوز إجابة دعوة المشرك إلى غلب على الظن ندعو أن فيها منكرا. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أن